أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين فلاديلفيا، معتبرين هذه المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. شدد وزراء الخارجية العرب أن مزاعم نتنياهو بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.